في فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله راح اجرب في هذا الفيديو قلم الحفر. المفروض انه هذا القلم بحفر على الخشب، المعدن، البلاستيك والزجاج. القلم اشتريته من الاردن بخمس دنانير. بيجي القلم لحاله، بنحط فيه بطاريتين، فتابعوا الفيديو لحتى تشوفوا كيف استخدمت هذا القلم. عندي هون ستاند البهارات، رح احفر على السطح الخشبي اللي إلها باستخدام قلم الحفر. طبعت هاي الرسمة اللي هي رسمة زخرفية، رح افرغ المربعات اللي لونها ابيض، وبعدين رح الصقها على السطح الخشبي وابدأ الحفر باستخدام القلم. فرغت عندي المربعات اللي لونهم ابيض، استخدمت الشريط اللاصق اللي من الجهتين، ولصقت قطعة صغيرة منه على خلف الورق. هلأ رح ألصقها على سطح الخشبي بهذا الشكل، بعدين رح أبدأ عملية الحفر باستخدام القلم. رح أبدأ الحفر بالقلم، طبعا رح أحفر بس على الفراغات ومن الخارج، رح أرسم الشكل الخارجي والمربعات المفرغة اللي عندي. بعد ما حفرت المربعات المفرغة والشكل الخارجي رفعت جزء، رح أكمل رفعها. هذا هو شكلها بعد ما خلصنا الحفر. عندي برضو هون كاسة زجاج حفرت عليها باستخدام القلم. هاي الكاسة اللي أنا حفرت عليها.